قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن لبس العمامة مباح وليس بسنة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد كان يفعله، فهل يعد ما فعله سنة؟ فعله من باب المباحات، الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل أشياء من باب العادات، هذا ليس تشريعا، ويفعل أشياء من باب العبادات، هذا هو التشريع. لبس العمامة هذا من باب العادات وليس هو من باب العبادات.